السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نبارطاجي معكم كيكه بالتفاح كتجي رائعه وكاع الناس كيقلبوا عليها حيت شي حاجه سهله واقتصاديه. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا في هذه الكيكه جوج ديال البيضات، كاس معمر ديال السكر، تقدروا تزيدوا دائما السكر على حسب الذوق، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الدقيق، جوج خمارات، واحد سكر فاني، ثلاثة ديال التفاحات كما كتشوفوا، والقبصة ديال الملح. ما فيهاش شي مقادير بزاف. بسم الله. غنديرو قبصة ديال الملح وغندير السكر وغنخلط كلشي وعاد غادي نزيد باقي المكونات. من بعد ما خلطت البيض مع السكر وسكر فاني دابولي، دابا غنزيد الزيت نص كاس، نزيد كاس ديال الحليب وغنخلط وغنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى نتحصل على خليط ديال الكيكه. عندي هنا جوج كيسان ولكن الدقيق كيبقى على حسب. ودابا غنزيد جوج خمارات غادي نقي التفاح نقشرو ونقيه من الداخل. وهنا غادي نقطعو شرائح ماشي رقاقين بزاف وماشي غلاضين. غندير عليها شويه ديال الحامض باش ما يكحلش التفاح، غير شي شويه من الفوق. دابا غندهن المول ديالي اللي غادي يدخل الفران بشويه ديال الزبده، تقدروا تدهنوا حتى بالزيت. من بعد ما درت دهنتها ودرت عليها شويه ديال الطحين، دابا غندير الخليط ديالي في المول. غنحاول نطلع من الفوق دابا غنبدا ندير التفاح من الفوق، غنحاول ما امكن ندير هكا باش يجيو متساويين حتى
كاع التفاح اللي عندي شكلته هكا على شكل ورقه. دابا غنديرها للفران، غنديرها في الفران، نشعلها من التحت حتى تطلع شويه وعاد غنشعلها من الفوق. خليكم معايا. غندهنها مربى المشمش. صراحه خرجت زوينه وهشيشه لداخل كما كتشوفوا، جات طايبه ومزيانه كما كتشوفوا. الكيكه ديالنا راه جات بحال بحال دهنتها بالمربى داخل المشمش، تقدروا تدهنوها بالعسل، اي حاجه كنتمنى تقدروا تزينوا بها. غنقطع لكم واحد الطريف، صراحه كتجي رائعه وهشيشه لداخل، كنتمنى تجربوها. بلي جيم ديالكم والتعليق وتابوناو عندي في القناة إلى عجبكم المحتوى.